بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي العزيز الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء المغربي الدكتور سعد الدين العثماني، الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أعضاء الأمانة العامة للحزب، الحضور الكريم جميعا، أحييكم بتحية طيبة مباركة وأحمل إلى المغرب الشقيق ملكا وحكومة وشعبا وبرلمانا وأحزابا، تقدير الشعب الفلسطيني المرابط في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس وفي غزة العزة التي خاضت معركة سيف القدس دفاعاً عن أولى القبلتين وثالث الحرمين ومصرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعبر باسمي وباسم إخواني في وفد قيادة الحركة عن عظيم الشكر والتقدير لهذه الدعوة الكريمة التي تلقيناها من أجل زيارة المغرب الشقيق. كما ذكر أخي العزيز، نعم تلقيناها قبل شهور، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي هذه الزيارة في هذا التوقيت، ولعل من حسن الطالع أن تكون الزيارة بعد هذا الانتصار العظيم الذي حققه شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة وأمتنا وأحرار العالم في جولة مفصلية من جولات الصراع مع الاحتلال البغيض. وأنا شخصياً وعلى صعيدي الشخصي سعيد جداً لأنها الزيارة الأولى لي إلى المغرب، هذا البلد الشقيق البعيد في الجغرافيا، ولكنه في قلب هذا الوطن العربي والإسلامي الكبير، البعيد في الجغرافيا ولكنه على تماس مباشر بالقدس وبالأقصى في التاريخ وفي الحاضر وفي المستقبل بإذن الله. باب المغاربة، حارة المغاربة، حي المغاربة، والمليونيات التي جابت شوارع المغرب من أقصاه إلى أقصاه إسناداً ودعماً وتضامناً مع إخوانهم الفلسطينيين، هو تأكيد على أن المغرب كان وما زال وسيبقى في قلب تطورات المشهد على صعيد قضيتنا الفلسطينية أو على صعيد المنطقة بشكل عام. أكرر شكري الجزيل لهذه الدعوة الكريمة التي وصلتنا من الإخوة الكرام قيادة حزب العدالة والتنمية ممثلة بالسيد رئيس الوزراء، وأيضا برعاية جلالة الملك بالتأكيد لهذه الزيارة، وباحتضان وحب الشعب المغربي العزيز الذي ننظر إليه بكل أحزابه وبكل مكوناته وبكل تجمعاته، ننظر إليه عمقا استراتيجيا لشعبنا ولقضيتنا ولقدسنا ولأقصانا. هذا اللقاء هو باكورة اللقاءات في هذه الزيارة، وهذا استفتاح طيب ومبارك، وجدول الزيارة مليء باللقاءات وبالاجتماعات، وإني آمل إن شاء الله أنا وإخواني الكرام
في قيادة الحركة أن تكون لهذه الزيارة النتائج المرجوة والنتائج المتوقعة من المغرب الشقيق بكل مكوناته وبكل قواه السياسية. إننا اليوم أيها الإخوة والأخوات أمام تطورات ذات أبعاد استراتيجية تعرضت لها قضيتنا الفلسطينية وقدسنا على وجه الخصوص. لقد عايش المغرب كما كل شعوب الأمة وأحرار العالم الهجمة الإسرائيلية الشرسة على القدس والتي تجلت في شهر رمضان المبارك الفائت، محاولات تهجير الشيخ جراح وأهلنا في الشيخ جراح، ومحاولات السيطرة على باب العمود، وأيضا تنظيم المسيرات من قبل المستوطنين لاستباحة المسجد الأقصى ولاقتحامه. كان أمامنا كشعب ننوب عن هذه الأمة وفي الخندق المتقدم لها أن نقف في وجه هذه الغطرسة الإسرائيلية، أن نحمي المسجد الأقصى المبارك بأرواحنا وبسواعدنا، وأن نبطل هذه المشاريع التي تستهدف سرقة التاريخ والجغرافيا، بل والاعتداء على أهلنا المقدسيين، كما الاعتداء على ثوابت الأمة وميراث النبوة في القدس وفي الأقصى. وزحفت جماهير شعبنا من كل مكان، من أرض فلسطين المباركة، من الضفة ومن مناطق 48 لترابط في المسجد الأقصى، لتعتكف فيه، لتواجه قطعان المستوطنين، إلى أن تطورت إلى جبهة عسكرية مع قطاع غزة، حيث أن المقاومة المباركة وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسام لا ولم ولن تصمت طويلا على الاستمرار في استباحة القدس والمسجد الأقصى المبارك. وكان ما كان، وألحقت المقاومة هزيمة عسكرية وسياسية وأمنية بالمحتل في إطار هذه المواجهة التي خاضها شعبنا الفلسطيني. ونحن نقول هنا تحدثا بنعمة الله أن هذا الصمود البطولي وهذا الانتصار العظيم ما كان ليتحقق لولا فضل الله أولا ورعايته وتأييده وتثبيته للمجاهدين، ثم وحدة الشعب الفلسطيني، كل الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وفي خارج أرض فلسطين، ثم بوقفة شعوبنا العربية والإسلامية التي خرجت من المحيط إلى الخليج تهتف للقدس والأقصى وتساند الشعب الفلسطيني في هذه المعركة التي هي كانت معركة عنوانها القدس والمسجد الأقصى المبارك، ثم أيضا بوقفة أحرار العالم حيث شاهدنا هذا الحراك العالمي الضخم وغير المسبوق في كل عواصم الدنيا تقف إلى جانب هذه المظلمة التاريخية التي يتعرض لها شعبنا. لم تعد رواية المحتل هي الرواية السائدة حتى في داخل المجتمعات الغربية، لم يعد هذا العالم يطيق استمرار هذا الاحتلال ولا مجازر هذا الاحتلال ولا مشاريع هذا الاحتلال. ولذلك هذا الانتصار كان صنيعة هذه العناصر المركبة، مقاومة ووحدة شعب ووقفة أمة وتضامن أحرار العالم. وبالتأكيد أيضا أننا نشاهد
حراكا لا بأس به وتحركا لا بأس به حتى على مستوى الرسمي لبعض الدول الأوروبية وغيرها. إنني لا أريد أن أطيل، ولكن أقول بأن أمامنا مهمات كبيرة جدا لمرحلة ما بعد هذا النصر، سنبحث فيها بعمق مع أشقائنا هنا في المغرب، مع السيد رئيس الوزراء، ومع القوى والأحزاب، ومع كل المكونات التي سنشرف باللقاء بها. وبالتأكيد نحن على يقين بأنها ستكون أيضا على طاولة جلالة الملك، لأن المغرب علاقته بفلسطين ليست علاقة طارئة، وليست علاقة آنية، وليست علاقة مصلحية. علاقة المغرب كما كل شعوب هذه الأمة ودولها علاقة بفلسطين علاقة شرعية، دينية، إنسانية، وطنية، أخوية، وأيضا بكل الامتدادات وبكل الارتدادات التي يمكن أن تقع بشكل أو بآخر. في الختام لا يسعني إلا أن أعبر مجددا عن سعادتي بوجودنا في بلدنا الثاني المغرب، وبين أهلنا وبين إخواننا وأخواتنا المغاربة الأشقاء، وأعبر مجددا عن الشكر والتقدير لإخواننا في قيادة حزب العدالة والتنمية ممثلة بالسيد الرئيس الوزراء لهذه الدعوة ولهذا الاستقبال ولهذه الحفاوة ولهذا الاستقبال. نعم، ليس فقط ببعده الحزبي والفصائل بالمعنى الفلسطيني، ولكن أيضا ببعده الرسمي الذي شاهدناه منذ أن وطأت أقدامنا أرض المطار وإلى أن وصلنا إلى هذا المكان العزيز وهذا اللقاء المكرم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.